وانا عندي من اصل 4 دقائق بقى دقيقه ونص. عندي استفسار وسؤال لكل رؤساء شركات كره القدم في الامارات. الى متى سنظل نصل الى دوري ابطال اسيا ونرجع نقول مبروك للفايز وهارد لك لينا؟ انا بصراحه سئمت من هذا الموضوع بجد. وطموحنا اسيا السنه الجايه. وطموحنا اسيا ودي مباراه وعدت. ثلاث اربع جمل بنشوفهم من كل اللعيبه في دوري ابطال اسيا باستثناء سنه او سنتين كان العين وصل فيهم من اخر 5 6 سنين وصل فاينل وشباب الاهلي. شباب الاهلي يا جماعه رؤساء شركات كره القدم 16 17 احنا عندنا افضل من كده، نمتلك افضل من كده. انا بجد سئمت من كلمه مبروك للفايز وهارد لك لينا وقدر الله ما شاء فعل. ما ينفعش نقول مبروك لينا وهارد لك للخسران وقدر الله ما شاء فعل. الله بس صدق.